أعلن الإعلام المصري باسم يوسف عن تفاصيل لقاءه الثاني بالإعلام الأمريكي بيرس مورغان متحدثاً عن القضية الفلسطينية وشارحاً العديد من الأزمات يلي مر فيها الشعب الفلسطيني. نشر باسم يوسف عبر حسابه الخاص بإنستغرام صور من اللقاء وعلق عليها قائلاً: حوار هادي وطويل عن مشكلة معقدة جداً بعيدة عن الإفيهات وغصف الجبهات أو استجداء الريتش والمشاهدات، وأضاف: محاولة لإيصال صورة وفكر مختلف لجمهور لا يسمع وجهة نظرنا على الإطلاق. أتمنى أن يكون حوار يعيش لفترة مش مجرد شيء وقتي. خلال اللقاء رد باسم على العديد من الأسئلة يلي بيرددها الإعلام الغربي عن الوضع بغزة وقال: الغرب أخبرونا لسنوات أنهم مع حقوق الإنسان وأن لديهم قيما وأخلاقا عالية، والآن لا يستطيعون قول حرف واحد للكيان المحتل. أضاف باسم: لم يعد الأمر متعلقا بحماس، يمكنهم أن يقولوا لك أنها عن حماس لكنها ليست كذلك، وقالوا ذلك مرات عدة. هذه هي طريقة دفعهم إلى سيناء، والأمر لا يتعلق بحماس. الاحتلال له تاريخ طويل مع الكذب. وبطريقة ذكية أثبت بها باسم لمورغان أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض الحقيقيون، عندما قدم له زجاجة زيت زيتون وقال: هذه هدية مني ومن زوجتي، زيت زيتون من الضفة الغربية، كلما أذهب إلى الأردن وأنا أذهب إليه كثيرا، وزوجتي دائما تطلبه مني وتؤكد أن يكون من الضفة الغربية. وتابعه بيفتح الزجاجة: إنه أفضل زيتون على الإطلاق، والسبب أن أشجار الزيتون التي يستخلصونه منها عمرها أكثر من 600 عام وتنتقل من جيل إلى آخر بمثابة تراث عائلي. ومن أهم النقاط يلي ذكر باسم بالحلقة تحيز الذكاء الاصطناعي ضد الشعب الفلسطيني، وحكى قائلاً: هناك شعور في الشرق الأوسط أن الغرب لا ينظر إلينا على أننا متساوون، فقررت اللجوء إلى الآلات وسألت تشات جي بي تي: هل تستحق إسرائيل أن تكون حرة؟ وكانت الإجابة: نعم، تستحق الحرية مثل الجميع. بينما عندما سألت الذكاء الاصطناعي إذا كانت تستحق فلسطين أن تكون حرة، رد: إنه أمر معقد وموضوع شائك. يذكر أن لقاء باسم يوسف وبيرس مورغان للإعجاب لكثير من المشاهدين حول العالم، وأعلن بيرس مورغان أن الحلقة حققت أعلى نسبة مشاهدة بتاريخ برنامجه، وذكر بتغريدة سابقة عبر منصة تويتر أن الحلقة حصدت 15 مليون مشاهدة حتى الآن، مما بيجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة ببرنامجه بيرس بدون رقابة.